انا زهقت من قعدة البيت، وهنزل هنزل اقعد على القهوة. لا 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 يا سيدي عتمان، يا سيد ده انت لسه قدامك العمر. بص انا عاوز منكو حاجة، عاوزكو تسيبوني انزل الشارع شوية لوحدي، انا مخنوق، مش عاوز مش عاوز مش عاوز اقضي اليوم كله في البيت كده. ما تكتفونيش. لا لا يا سيد، انا قلت لك مش عايز اسمع منك الكلام ده تاني. حاضر هقعد هقعد واترزع اسبوعين كمان في البيت، وقوم من على الكرسي اقعد على الكنبه واكلم نفسي، هفضل اتفسح في الشقه وادب ايدي في التلاجه وبعدين اقفلها تاني، وامسك اكره الباب واروح اغسل ايدي بعدها 20 ثانيه، اغسل وارش كحول في ايدي ارش كحول في ايدي واقفل ايدي كده اهو، اقفل على الفيروس كده اهو، واقول للناس كلها بصوا بصوا وشوفوا الفيروس اهو، مسكت الفيروس، انا اللي هخلص عن الفيروس وموته، مش هو اللي هيموتني اهو اهو.